السلام عليكم، أنا محمد هنداوي ودي قناة زيتونة زراعية. سؤال عاوزين نجاوب عليه النهارده، هل نقدر نستغني عن التسميد الأرضي باستخدام الرش الورقي فقط؟ يعني نقدر نغذي النباتات بتاعتنا من خلال الرش على الأوراق. طيب عاوزين نفهم هو النبات بيتغذى إزاي أو طريقة تغذية النبات. النبات طبعًا أول ما حضرتك بتحط النبتة أو بتزرع أي زرع عندك أول حاجة بتخرج هو الجزير. الجزير ده هو بداية تكون المجموع الجذري. المجموع الجذري ليه أكتر من فايدة، هو بيكون زي دعامة وتثبيت النبات في الأرض أو في التربة. ده من الأشياء الضرورية أو من وظائف الجذر أو المجموع الجذري سواء كان للأشجار أو للنباتات. والهدف الثاني هو امتصاص العناصر الغذائية، يعني الأساس في تغذية النبات هو المجموع الجذري. والمجموع الجذري طبعا بيكون كبير على حسب نوع أو عمر النبات، وده هو المسؤول عن امتصاص العناصر الغذائية اللي النبات بيحتاجها. طيب ليه احنا بنستخدم الرش الورقي؟ طيب هل برضو السؤال نقدر نسأله بصيغة تانية، هل النبات بيمتص العناصر الغذائية من خلال الرش الورقي؟ أيوة بيمتص العناصر الغذائية من خلال الرش الورقي، لأن الأوراق بتاعت النبات بيكون فيها حاجة اسمها الثغور النباتية، عبارة عن ثقوب النبات اللي هي الثغور دي اللي هي بتنفس من خلالها النبات، وبيحصل غلق وفتح للثغور النباتية، وبرضه بيحصل من خلالها امتصاص العناصر الغذائية. طيب هل يكفي ان احنا نرش النبات بالعناصر الغذائية؟ طيب عايز اقول لحضرتك ان النبات بيحتاج لمجموعة من العناصر الغذائية. عندنا مجموعة تسمى العناصر الكبرى زي اللي هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، ومثلا عندنا مجموعة زي العناصر الصغرى زي الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون. طيب احتياج النبات للعناصر الكبرى بيكون كبير، بيحتاج منها كمية كبيرة، مش عشان هو بيحتاجها لأهمية أكبر، لا هي الأهمية واحدة لكن الكمية هي اللي بتختلف. فلما بنحتاج من العناصر الكبرى زي النيتروجين مثلا على سبيل المثال بنحتاج منه كمية كبيرة لجميع النباتات، وده أكتر عنصر النبات بيحتاجه على وجه الأرض. فدان زي فدان الموالح مثلا على سبيل المثال بيحتاج ل 120 وحدة نيتروجين، أو بنقول مثلا فدان زي فدان الفاصوليا بيحتاج مثلا ل 60 أو 70 وحدة نيتروجين، وده بيكون في صورة شكاير. يعني لما بنقول مثلا فدان بيحتاج 4 أو 5 أو 6 شكاير نيتروجين، هل نقدر إضافة حتى لو هو الصورة دي قبل الامتصاص، يعني لو افترضنا ان الصورة دي ان النبات يقدر يمتصها، هل نقدر نضيف الكمية دي كلها عن طريق الثغور النباتية؟ طبعا ده بيكون بشكل مستحيل. ليه؟ لان الثغور النباتية بتمتص كميات قليلة جدا، ولو حاولنا ندوب كمية الكبيرة دي جدا النبات مش هيقدر يمتصها، وهتسبب ضرر للنبات حتى لو الصورة بتكون قابلة للامتصاص. يبقى اذا امتصاص النبات للعناصر الغذائية الأصل بيكون من خلال المجموع الجذري، من خلال التغذية الأرضية، لكن بنلجأ في بعض الأحيان لما بيكون عندنا مشاكل أو عندنا أوقات معينة بنحتاج إضافة عنصر معين بشكل سريع. بنحتاج مثلا عندنا أزمة أو عندنا مثلا احتياج لعنصر البوتاسيوم عشان نحجم، فبنبدأ نرش عنصر البوتاسيوم في صورة زي صورة نترات البوتاسيوم، في صورة مركبة، في صورة عالية النقاء، ونرش بها النباتات بتاعتنا عشان ناخد تحجيم. أو عندنا مثلا مشكلة في نقص عنصر الكالسيوم، لأن عنصر الكالسيوم من العناصر البطيئة، فبنعمل إيه؟ بنضطر إحنا نرش حاجة مثلا زي الكالسيوم بورون على أوراق النباتات عشان ما يحصلش مثلا عندنا تساقط. أو عندنا مشكلة زي مشكلة أو عندنا فترة زي فترة التزهير، فبنحتاج لعنصر الفوسفور، فممكن نضطر نرش سماد زي سماد المابوبا من الأسمدة المركبة برضو أثناء فترة التزهير أو قبل أو بعد فترة التزهير، مع عناصر زي عنصر الزنك والبورون مثلا على سبيل المثال. يبقى إذا احنا بنلجأ للرش الورقي كعامل مساعد، وده مهم جدا لازم ناخد بالنا من النقطة دي، بنستخدم الرش الورقي كعامل مساعد لما بيكون عندنا مشكلة أو عندنا إجهاد ما أو عندنا أزمة بنقدر نتدخل بيها بشكل مؤقت، لكن مستحيل نعتمد على الرش الورقي في صورة كاملة. ما نقدرش نستخدم الرش الورقي لتغذية النباتات أو لإضافة بالمعنى الصحيح لإضافة جميع الاحتياجات الغذائية للنبات عن طريق الرش الورقي، لكن الأساس عندنا هو التسميد الأرضي. الأساس هو التسميد الأرضي، تحط الأسمدة بتاعتك في التربة تسمدها مع مياه الري، ده هو الأساس. عشان تنجح في الزراعة لازم تهتم بالتسميد الأرضي، لازم تهتم بالخدمة العضوية، لازم تهتم بالسماد العضوي، لازم تهتم بالأساسيات دي، وبعد كده حضرتك لما يحصل عندك مشكلة تستخدم الرش الورقي. وشكرا ليكم.